السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انت عايز تزود عدد المشاهدين فلازم تزود تيكس، تمام، ولازم تكتب تكست على مثلا عندنا تكست تو سبيتش او تحويل نص الى الكلام بالذكاء الاصطناعي، فعايز ان انا احط بعض الكلام. فانا في موقع جميل جدا اهوت، رابط تكس .io. الموقع دوت بديله كلمة أو جملة وهو يبدأ يديني مقترحات كتيرة بتبقى مفيدة في محرك البحث. هتكتب الكلام اللي انت عايزه أو تاخده كوبي بيست وتحطه هنا ويدوس انتر، يبدأ يجيب لك كل الحاجات دي، هتاخدها كوبي وبعد كده هتطلع بقى على اليوتيوب. ونفس الكلام ده ممكن يكون برضو في الفيسبوك او الموقع بتاعك، بحيث ان هو يزود الوصول للموقع بتاعك. وتنزل كده وتقول له اضف علامات، بدل ما تقعد تكتب وتفكر وبتاع، انا مش عايزك تفكر، خد وقول له ايه كنترول بيست، كتبهم لكم كلهم. وممكن تطلع فوق وتحطهم برضو في قلب النص عشان محركات البحث تشوف في اي مكان، هتقول له ايه بيست.